أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقلنا في الحلقة السابقة أن تفضيل الله بعض الخلق على بعض الخلق في الرزق يجب أن لا ينصرف إلى لون واحد من الرزق، وهو رزق الغنى والفقر وحده، وإنما ينظر إلى ما رزق الله لخلقه من مواهب مختلفة، صحة، قدرة، علما، شجاعة، حلما، كل ما يمكن أن يكون للإنسان من موهبة فهو رزق الله عليه. والحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لقضية الرزق يتعرض في البعض على قضية الإبهام، فلا يقول من فضل ومن فضل، فاضل ومفضول عليه، قال بعضكم، والله فضل بعضكم على بعض. أي بعض هو الذي فضل وأي بعض هو الذي فضل عليه؟ كلمة بعض مبهمة، يبقى لازم نفهمها ان كل بعض من الابعاد فاضل في ناحية ومفضول في ناحية اخرى. فالقوي فاضل على الضعيف، وربما كان الضعيف يفضله في العلم والحكمة، وهذا يفضل في الغنى، وذلك يفضل في قوة العضلات التي تعمل. إذن فكل واحد من خلق الله رزقه الله موهبة، هذه الموهبة لا تتكرر في الناس حتى يتكامل الناس ولا يتكررون. وإذا ما كانت موهبة في واحد ومفقودة في الآخر، المصلحة تقتضي أن يرتبط الطرفان، لا ارتباط تفضل وإنما ارتباط حاجة. كيف؟ القوي حين لا يكون للضعيف قوة يعمل بها عملا، فالقوي فاضل في قوته، والضعيف فاضل فيما يعطيه له من الأجر. الاثنان في حاجة، فالقوي في حاجة إلى ما يأخذ من مال يقوت به نفسه وعياله، واللي عنده مال ضعيف يريد من الفاعل أن يفعل له. فلم يشأ الله أن يجعل الأمر تفضلا من القوي على الضعيف ولا من الغني على الفقير، وإنما يجعلها تبادلا، وتبادل مربوط بالحاجة التي يقتضي الإنسان أن يمكنها من نفسه ليستبقي حياته. فيأتي الأمر ضرورة، لكن لو كان تفضل، التفضل ما يلزمش حد. تيجي تتفضل بأنك تدي واحد مال إلى هو بدون مقابل، مش كل واحد يعمل كده. تيجي تتفضل بقوتك على الضعيف عشان تفعله، مش كل واحد كده. أمال إيه اللي بيخليك تتفضل بقوتك وده يتفضل بماله؟ حاجة هذا إلى من يعمل بقدرته وطاقته، وحاجة هذا إلى المال من هذا ليقوت نفسه ويقوت حياته. إذن فما الذي ربط المجتمع؟ إنما هي الحاجة التي ربطت، لا التفضل. وما دام العالم يرتبط هذا الارتباط، يبقى كل إنسان يرى نفسه فاضلا في شيء لا يغتر بفاضليته في ذلك الشيء، بل ينظر إلى أن من يفضل في أشياء أخرى، وبذلك تندك سمة الكبرياء في الناس. أنت فاضل في دي وأنا فاضل، وإحنا ضربنا مثل زمان وقلنا أن الرجل الباشا أو الغني صاحب الإقطاع والضياع يدخل بسيارته آخر الظهر كده عشان يتغدى، فيجد البيت مقلوبة ريحته، ريحة كريهة، إيه الباكابورت مسدود. طيب ما جبتوش حد ليه
والله ما لقناش حد ودحنا بندور وبعتنا نبحث ومش عارف ايه وبعتنا الواحد قال بني مش قادر اجي. فالباشا يقعد محتار علشان يحتاج لواحد لا موهبة له الا في ان الله اقدره بالحاجة الى المال في ان يعمل هذه العملية، ويجي يعمل العملية كده ويؤدي له. اذا فالذي عمل له العملية دي في هذا الوقت فاضل عن الباشا، والباشا لما جه يديله الفلوس فاضل عنه. اذا فكل واحد في الكون ما فيش حد ابن ربنا لم يتخذ صاحبة عشان يجاملها ولا ولد، كلنا ابناء الله، ولكن الله نثر مواهب الفضل في الناس عشان ده يبقى عنده شيء ولا عندهش التاني، يبقى كلنا محتاجين لايه؟ لبعض. الآية اللي تعرضت لهذا فهم يقسمون رحمة ربه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قسمناها ازاي؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الناس ما تفهمش الا ان الغني مسخر الفقير، لا يكون. والفقير ساعة ما خد الاجرة كده كان مسخر الغني وهو عمال بيحسب له وعمال بيتعلم عشان ياخد فلوس، برضه مسخر له. تيجي مثلا العالم اللي يقعد 20-30 سنة يحضر العلم ويمتحن ويزلزله ويسقط سيدي ويعمل ويعنده واهله يتعبوا، وبعدين يجي واحد في عرض الطريق كده يروح سأله سؤال يقوم يجاوب ولا ياخدش منه حاجة. اخده ساعة ما سألني السؤال انا كنت مسخر له 20 سنة عمال ابص له في الكتب وابص له في العلم واحضر عشان لما يجي يسالني ايه ابقى جاوب. احنا ضربنا مثل مره باخس الصناعات في عرف البشر، وان كان في الصناعه خسيسه، الخسيس العامل الذي لا يدخل صناعته، انما اي عمل ما فيش فيه خسه، ما دام عمل يقوت الانسان ما فيش فيه خسه. وقلنا الراجل اللي بيمسح الجزم دي ادي ادنى حاجه، بتقعد كده وتفرق ويمد لك رد رجلك وهو قاعد يمسح لك اللي ايه الجزم. اللي يبص يشوف يقول يا سلام، شوف ده قاعد القعده ازاي وده قاعد يمسح له الجزم، نازل انني فاضل عليه. اقول له يا سلام لو هو شفت انت وسالت قلت له من اين اتيت بعلبه الورنيش دي؟ جبتها منين؟ والله جبتها من فلان، ما افتكرتهاش الا ساعه ما عزتها. لو عرفت دي اتعملت ازاي لا عرفت ان الدكاتره اللي بيبحثوا في الكيمياء وبيبحثوا في الارض وبيبحثوا في المواد وبيبحثوا في الصناعات وبيبحثوا في استطراق المعادن قعدوا داخم على ما يجيبوا لك شويه الورنيش دول علشان تبقى انت تمسح به الجزمه. فهم طول المده دي الجامعات والعلماء بكبريائها والممولين اللي مولوا العمليه دي والصناع اللي صنعوا الالات، كل دول كانوا مسخرين ايه لحضرتك علشان لما تعوز علبة الورنيش تروح تجيبها. بس الناس ما نظرتش في الوقت ده الا انني مسخرك عشان تمسح لي الجزمة، انما تسخير التانيين ما حدش شاف. الحتة القطيفة اللي بتلمع بها لو عرفت جت ازاي دي، شوف الزراع اللي زرعوا القطن بقى وتعبوا قد ايه على ما زرعوه وطلعوه، واللي خدوا حلق واللي خدوا عمل مش عارف غزل واللي خدوا عمل قماش واللي خدوا والعلماء والدكاترة والمصانع، كل دي كانت مسخرة عشان تجيب لك حتة القماش ده اللي انت بتلمع بها الجزمة. يبقى انت ما تنظرش الى انك مسخر له النهاردة، انظر اليه وانهم ايه مسخر لي ليتخذ بعضهم بعضا. بس بعض مين؟ مين اللي هيتخذ التاني سخرية؟ كلنا بنتخذ بعض سخرية. ساعة انت مطروح لاي صنايع في الحاجة اللي يتقنه انت هو مسخر لي، وهو لما يجي لك في الحاجة اللي ما يعرفهاش يبقى انت مسخر له. يبقى كل واحد من الناس مسخر لغيره فيما لا يجيده ومسخر لغيره فيما عمل. العمليه دي ليه؟ عشان العالم يعمل ايه؟ يتوازن. بس ربنا ما عملهاش طبيعه كده بان ده يبقى في مهنه كده ومهنه كده، لا، الذي يرضى بقدر الله في ادنى المهن ويعتبرها انها ربنا اداله العافيه وقاعد بيشقى وبيعرق وبياكل بقى مش عارف. ولذلك لما يجي واحد يفتكر على يقول لك يا ابني انا باكلها بايه؟ يا سلام قلبيا يعني. فاللي يرضى بهذا ربنا يقول له والله ما دمت قد رضيت قدري في هذا لارفع عنك بها ربحة. الناس يستعجلوا لك ده كم شيات ده كم مش عارف ايه ده ايه، وكان بس رضي واتقنه وعمله. اللي يتعب 10 سنين باخلاص في اي عمل ربنا يسيده بقيت عمره،
واللي يتعب 20 سنة بإخلاصه في عمله ربنا يسيد أبنائه، واللي يتعب 30 سنة في عمره بإخلاصه سيد أحفاده. مفيش حاجة بتضيع عند ربنا أبدا. يبقى قيمته كل امرئ ما يحسنه، وإياك أن تنظر إن دي أعلى منك، مفيش أعلى وأوطى، إنما فيه متقن لعمله وفيه غيره إيه متقن لعمله. بس انت بتنظر الى زاويه واحده، ولكنك لو نظرت الى مجموع الزوايا لوجدت الحق عادل في تقسيم المواهب على الناس، عشان كل واحد يبقى مسخر له الغير، وهو مسخر لمين؟ مسخر للايه؟ للغير. تبقى لما تشوف واحد في اي، اوعى تقول هو انا احسن منه، دور هو شوف احسن منك في ايه، لازم له زاويه ايه. ولذلك احنا عملنا قضية زمان كده معادلة، مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ده واخد في الصحة 10/10، وده واخد في 3/10، ولكن ده واخد في الغنى مش عارف 5، وده واخد في الزكاة مش عارف ايه، وده واخد في قوة العضل قد ايه، وده واخد في راحة البال قد ايه. لما تمسك المجموع اهو يطلع المجموع كله ايه واحد، لاننا كلنا عبيد الله وليس فينا احد من ابنائه. هنا العلماء لما تعرضوا للايتين دول، الايه الاولى ان الله رفع البعض على البعض، ولم يقل بعض مين ولا بعض مين، بقى كل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه، ادي واحده عشان يتخذ بعضهم بعض ايه سخريه، لان لو ما كانش كده ما حدش حي ايه ما حد حركه الحياه هتقف، خلي كل الناس يبقوا دكاتره كده. طب ومين يعمل الاعمال الثانيه بقى؟ نبقى نقول لهم يلا نقسم كده الدكاتره دول، يجي يوم واحد منهم يكرسوا الشوارع، يبقى تفضل بقى ولا ايه؟ لا، لازم ربنا يعملها حاجه، عشان عندك عيل عايز تاكل، عندك بطن عايز تاكل، عايز تنكسي، عايز مش عارف، تبقى الحاجه هي اللي عملت ايه؟ هي اللي فرضت عليك انك انت تعمل ايه؟ في فان رب الله منا رزقا حسنا ويسيدك بعد ذلك عليه. الايتين الاثنين دي ايه، والآية الثانية اللي هي ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الآية دي ما فيش ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فبعض العلماء جه في نطاق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. قال لك يعني لما ربنا فضل ناس على ناس بالرزق، ما شوفناش واحد جه في الرزق اللي ربنا فضله وراح مبعتره على مين؟ على مماليكه. طب يعني عايز ايه؟ يعني عايز ان ربنا فضله باذن يبعثروا على مماليكه؟ مش الايه دي مش جايه كده ليه؟ لان لو كان الله يعيب علي انهم لم ينصروا ما فضلهم به الله على مماليكهم ما كانتش تنفع بالاستدلال. لان ربنا بيستدل بالايه دي على ايه؟ بيقول عاملوني كما تعاملون انفسكم. انا هسالكم سؤال، اذا كان الله قد فضل بعضكم في الرزق وعنده مماليك بيخدموه عبيد، فهل ذلك الانسان اللي فضل بالرزق بيجي كده يتطوع ويروح جايب الرزق وقسمه بينه وبين المماليك؟ ابدا ما بيحصلش. طب اشمعنى بقى ربنا والاصنام بتاعتكم خدتوا حق ربنا ورحتوا نطرينه على الاصنام؟ ده انتوا في نفسكم اللي تملكوه ما تدلوش للعبيد بتوعكم، فانتوا تسمحوا لنفسكم ان تاخدوا حق ربنا في الالوهيه والعبوديه وهو الهكم، وتنطروا على الاصنام والاوثان؟ ده انتم ما بتعملوهاش لنفسكم، ما بتعملوهاش. ولذلك حتى هيقول في ايه ضرب الله مثلا في انفسكم، من انفسكم فربنا ضرب لكم مثلا من ايه؟ خلكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقكم. قولوا لي كده، هل فيه واحد رزقه الله رزقا فجاء لمواليه ومملكه وقال يا شيخ انا ربنا رزقنا كده يلا ننطر؟ قال لك لا مش حق. امال بتديله؟ انا بديله على التبادل، لما يعمل يديله. يبقى هي دي المطلوبه بقى، مش مطلوبه تفضل بقى، مطلوب ايه؟ انك تبادل، تبادل منافع. لكن انتم ما عملتوش كده. طب ازاي رضيتم انكم تاخدوا حق ربنا في فضله العالي وتدوه للاصنام؟ ده انتم ما عملتوش كده في نفسكم. يبقى ربنا يقول انا بضرب لكم مثل من ايه؟ من انفسكم. المماليك بتوعكم او العبيد بتوعكم اذا كان ربنا رزقكم حاجة، اردتم شيئا من رزقكم عليهم بدون تبادل منافع؟ لا ما حصلش. طب ليه بقى بتاخدوا حقوق ربنا في الالوهية المطلقة وتدوها لمين؟
وتدوها للأصنام، ده انتم عملتوش دي في نفس ايه؟ في عبدكم ولا في مواليكم. يبقى ربنا بده يحتج لأنهم لم يعملوا. لو كان عايز منهم أن يعملوا ما تنفعش الحجة. يبقى الآية دي جاية لقطة ايه؟ إنكم تعاملون الله بغير ما تعاملون به أنفسكم، فلو كان عندكم رزق واسع لم تنصروا الرزق على عبيدكم. ليه؟ لأن ده بتاعكم وتدهلوهم ليه إلا بتبادل منفعة. أما أنت مش معنى خدتوا حق الألوهية وحق العبودية وحق الطاعة وحق القربة وحق الذبيح وحق المش عارف الناس للأصنام، خدتوا حاجة من ربنا ده، ده أنتم بتعملوهاش في نفسكم. يبقى دي تيجي الحجة ولا ما ديش الحجة؟ يبقى هنا لقطة وهناك لقطة. والله فضل بعضكم على بعض، أي بعض وأي بعض عرفهمنا، كل بعض فاضل في ناحية ومفضول في ناحية أخرى. فما الذين فضلوا برادي رزقهم، يعني بينصروا رزقهم على ما ملكت أيمانهم، ما حصلش دي منكم. يبقى ما يصحش ما دام ما عملتوهاش فيما تملكون وتردوه على من لا يملك، يبقى ما خدوش حق ربنا في الطاعة والعبودية والألوهية وتدوه لمين؟ وتدوه للايه؟ للأصنام. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. انتوا عملت سوية بين الله وبين الأصنام، قلت شركاء لله زي ما نعبد ده نعبد ده ويبقى لنا كذا وده كذا، انتوا ما بتعملوش كده في نفسكم. أفبنعمة الله يجحدون. الله، ده الرزق ده جاي من مين؟ ده من الله. ومع ذلك كونوا من الله ما قالكوش الدوه للناس بدون ايه؟ لا، ده لما يطلب منك ان تعطي اخاك المحتاج شيء فوق ما فرض من زكاه، يقول لك ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بقى هو واهب الرزق ويطلب منك انك انت تقرضه؟ ايوه، احترم عملك، احترم ملكيتك اللي وهبها، ما رجعش في الهبه، بس بيقول لك اخوك محتاج حاجه سلفك اقرضني. شوف بقى اللي بيقترض مين؟ ليه؟ قال لك لان الذي يقرض بيخاف على إمكانية الأداء من المقترض، يقدر يسد ولا ما يسدش. فلكن لما تدي لربنا تبقى تثق في إنه يقدر إنه يديك، يقدر إنه يديك. أفبنعمة الله يجحدون. إيه يجحدون إزاي؟ قال لك النعمة اللي ربنا اداها لهم كتموها في نفسهم ولا يعطوها للغير إلا في مقابل، فكان من الواجب ان يشوفوا صاحب النعمه له اللي وهب النعمه ولا يدوش حقه في الالوهيه لمين؟ لغيره من الاصنام والايه؟ والاوثان. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين ما حصلش ان الذين فضلوا ردوا رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. افبنعمه الله يجحدون. ياخذوا نعمه ربنا ورزقه وبعد ذلك انا ما بطلبش منه انه ينطروه على الغير، وبعد ذلك يعامل ربنا هذه الايه المعامله، هذا وايه؟ هذا جحد لنعمه الله. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. اذا الحق في الايه الاولى قنن قمه العقيده في اننا لا نعطي شيئا الله جعله لنفسه من العبوديه ومن الطاعه ونديها لمين؟ لغيره. إذا صحت قضية القمة دي صحت كل قضايا الكون. بعد ذلك يقول لهم أنتم، أنا خلقتكم خلفاء في الأرض وخلقتكم خلفاء في الأرض، بس أنا خلقكم من واحد، وخلقت من الواحد إيه؟ الزوجة بتاعته، وبعدين تكسروا وبقيتم إيه؟ وبقيت أنتم. إذا استمرار بقائكم خاضع لأمرين. الأمر الأول بقاء النوع، الامر الثاني استبقاء الحياه. استبقاء الحياه في الارزاق اللي بيرزقها على العالم، بناكل ونشرب ونشرب عشان نستبق ايه؟ طب وبنتجوز ونجيب عشان ايه؟ عشان نستبق النوع. يبقى في شيء لاستبقاء الحياه وفي شيء لاستبقاء النوع. فلما تكلم عن استبقاء الحياه في الرزق
أراد أن يتكلم عن استبقاء الحياة في بقاء النوع، فقال إيه؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. احنا قلنا الأزواج جمع زوج، والزوج ما تفتكروش انه الذكر يعني الرجل، لا، الزوج يطلق على الرجل وعلى الايه، لان كلمة زوج تطلق على واحد له نظير من مثله، له نظير من مثله، يبقى كل واحد منهم ايه زوج، الرجل زوج والمرأة زوج، يبقى لا يطلق كلمة زوج، كلمة زوج تطلق على مفرد. تفتكرش زوج يعني اثنين، لا، تطلق على ايه بس له نظير من مثله، لازم يكون له نظير من ايه، من مثله. حلق. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. طب من انفسكم لما كان في جامع، وده بيتجوز بنت ده وده بيتجوز اخت ده وبتاع، طب وقبل كده ما هو قال على الاصل ايه الاولاني، انه خلقكم من نفس ايه وجعل منها زوجها، دي قضية قرآنية، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، جعل منها زوجها يعني ايه؟ منها يعني خدنا حتة من الزوج كده وعملنا منه حواء، يصح زي ما بيقولوا سكلت من الخيل، أو خلق منها يعني من جنسها، زي ما خلق آدم برضه من الطين وعمل له مش عارف ايه كده، عمل برضه له ايه؟ زوجة، بس هو تكلم في الخلق عن مين؟ عن آدم، يبقى منها يعني من ايه؟ من جنسه. وزي لقد جاءكم من انفسكم رسول من انفسكم، هو الرسول اتخذ مني ولا من جنسي؟ يبقى من جنسي، يبقى وجع، لا، الزوج من انفسكم يعني من ايه، من جنسكم، يبقى المعنى ده يمشي، والمعنى ايه اللي يتسع ظنه، الى ان الله خلق حواء من ضلع ادم وقد بعضها، يبقى قول من، واللي يقول لا ده خلقت برضه خلق كده مستقل، وبعدين ربنا خلاهم احياء وبعدين لحمهم ببعض بزاويه، صح، ينفع، ودي من انفسكم ودي من ايه؟ من انفسكم تبقى بعضيه بعض، ومن انفسكم تبقى من جنسكم، خلاص كده؟ نيجي نقول لما احنا شفنا نفسنا متكاسرين، ويخاطب الله المعاصرين لرسوله صلى الله عليه وسلم، اذ يمتن بان ربنا جعل لكم من انفسكم ازواجا. احنا قلنا زمان انه اذا جاء جمع ليقابل جمع يبقى لازم انت تقسمه احاد، يعني جمع هيقابل جمع، ما فيش مفرد ياخذ الجمع الثاني، ولا فيش مفرد من الثاني ياخذ الاول، لا، هتقسمه احاد. زي ايه؟ الاستاذ يدخل الدرس، ايوه كده، واخرجوا كتبكم، اخرجوا بيخاطب مين؟ التلامذه كلهم، وكتبكم دي جامع ولا لا؟ واخرجوا بيخاطب جامع ولا لا؟ يبقى كل واحد هيطلع كتب التانيين، ولا كل واحد بيطلع كتابه؟ يبقى اذا كل مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه ايه؟ احادا. خرجنا من دلوقتي كده وخرجنا كده، اركبوا سياراتكم، هو في واحد هيركب السيارات كلها، ولا كل واحد يركب ايه؟ فاذا رايت جمعا يقابل جمعا فاعلم ان المراد تقسيم الجمع الى افراد هنا والى ايه؟ افراد هنا، وكل فرد ياخذ ايه؟ طيب، خلق لكم من انفسكم ادي جمع ازواجا، يعني خلق لكل نفس ايه؟ زوجا. ده كلام على الاول، عشان ايه؟ في ايه ثانيه يقول ايه بقى؟ عشان تسكنوا اليه وجعل بينكم ايه؟ مودة ورحمة. ادي ثلاث حاجات، لتسكنوا ومودة، ثلاث ايه؟ على الاول. هنا ما قالش الحكاية بتاعت تسكنوا، هو بس اتكلم عن ان انتوا يا كتار عملنا لكل نفس ايه؟ لكل نفس زوجها على الاول. لما نيجي علشان نرد الاشياء الى الماضي، نقوم نجد كل متكاثر في المستقبل يتناقص في الماضي، كل متكاثر في المستقبل، كل شيء بيتكاثر، بكره يبقى اكثر من النهارده، وبعد بكره يبقى اكثر من ايه؟ من بكره، يبقى معناها انك تجيب امبارح يبقى النهارده اكثر من مين، وامبارح اكثر من مين، من اللي قبله. الله، هتمشي في القله كما تمشي في الاستقبال بالكثرة، ثم تمشي في الايه؟ في الماضي بالخير.
طيب على الأول احنا دلوقتي انسان العالم مثلا كام مليون؟ ايه 50,000,000,000 ولا مثلا ايه؟ 2 مليون. الاول وايه ال 2 مليون؟ مليار. كويس كده. طب ومن 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 قرن كانوا كام؟ مليار. طب ومن قرنين كانوا كام؟ ومن 3 قرون كانوا كام؟ ومن 4 قرون كانوا كام؟ اذا كل ما بتتقدم في الماضي بتنقص. هل كده؟ نقعد نقصها كده لحد ما تبقى 100 يا شيخ عشان ما نتعبش، احنا هنقعد نقلها كده. خلوهم بقوا 100، وقبل كده كانوا كام؟ 50، وقبل كده كانوا كام؟ وقبل كانوا كده كام؟ ما فيش، ما بيجيش من واحد، لان الواحد ما يجيش منه تكاثر، يبقى لازم اقل التكاثر من كام؟ من 2. يبقى لما تقعد تنقطها كده هتنتهي الى ايه؟ الى 2. اذا قول الله خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كلام صح، والاستقراء الاحصائي لازم يكون كده، لازم يبقى كده طبيعي. ما دام كل ما بنه كل ما بنمشي بتقل، قللها قللها قللها، هتفضل على مين؟ تصفصف على مين؟ على 2. طب والاثنين دول اجتمعوا عشان يجي، طب ومين اللي جاب الاثنين بقى؟ يبقى اذا فيه خالق وفيه مخلوق وفيه مخلوق. وبعدين قال ايه؟ شوف الامتنان. طب ازواج كويسه، بس قال من انفسكم كمان. الله. طب ما كان يقدر يخلينا زوج من جنس ثاني؟ قال لك ما كانش دين بقى الانس ما يتمش، لان الف الانسان بجنسه. طب يعني ما هيجيب لنا ايه يعني؟ يجيب بقى للانسان ايه؟ بهيمه؟ فرسه؟ هما لا، لازم يبقى ايه؟ من جنسه. اشترك في اشياء واختلف في شيء. الاشتراك معين على الالتقاء والموارد. الشكل واحد والقالب واحد والعقل واحد والتركيبه واحده والاجزاء واحده، عيون ومش عارف ايه، ونمشي وناكل ونشرب ومش عارف ايه، وان اختلفوا في ايه؟ في شيء واحد. يبقى فيه جنس يجمعهم وفي نوع ايه؟ يفرقهم. علشان ايه؟ يجي التكامل. ايه؟ التكامل. ويمكن يبقى مثلا انثى وتبقى ذكر، ولا ذكر وينقلب انثى زي ما بنشوف. ويخلق الاحتياط، يخلي الراجل اللي هو عنصره رجوله قال له بنت. طب بنت هيبقى هيرضع؟ له بنت. قال لك من الممكن ان يكون فيه خلقتين الاثنين، وبعدين وبعدين يبقى يتحول. يبقى المتحول ما اقدرش نشرحه بقى، نعمل له بنت تاني وهي جاهزه الحكايه. الله، دي التركيب ده؟ ده تركيب حكيم، تركيب عالي. فاذا من انفسكم يعني ليزداد انسكم ببعضكم. ما حطكش. ولذلك العلماء حينما تكلموا عن قصة سيدنا سليمان وقصة الهدهد، حينما تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، عمل استعراض أم شاف مكان الهدهد خارج. ده يدلك على أن الرئيس الأعلى لازم يتفقد كل إيه؟ يتفقد كل حاجة ويعرف اللي غاب واللي راح ويشوف اللي يقض قد إيه. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. لكن عدالة الإنسان ده كلام سلطان الملك، لأعذبنه عذابا شديدا أو لإيه؟ أو لأذبحنه. سلطان الملك ده، وبعدين هات بقى سلطان الرسالة، رسول، أو لأتيني بسلطان مبين يجيب لي حجة بقى إنه هاب يعني كده. الله. يبقى جمع بين إيه؟ جمع بين الاثنين. كلمة لأعذبنه عذابا شديدا، قالوا ما هو العذاب؟ قال أن يضعه سليمان في غير جنسه. اذا الوضع في غير الجنس يبقى ايه؟ يبقى عذاب. يبقى كونوا من انفسكم يبقى ده ايه؟ يبقى رحمه من انفسكم. الايه الثانيه بقى جاب لنا العلل لتسكنوا إيه؟ وايه إيه؟ وبعدين موده. لو نظرت الى هذه العناصر الثلاثه لوجدتها عناصر استبقاء الزوجيه، لان معنى لتسكنوا اليها ما انت لا تسكن الا الى من يريحك والى تطمئن اليه، ويبقى اهدي اسعد حاجه ان انا اسكن اليه. طب افرض بقى ان السكن قلقان شويه، النفس مش ام قال لك يبقى بينكم موده كما يكون بينك وبين الاجنبي.
طيب مودة ما عادتش تنهض بخدمة راجل ولا عادت مش عارف ايه، يبقى فيها رحمة بقى. الله الله، يبقى كم مرحلة؟ ده سكن هو ده الاول، وبعدين للسكن قدر انكم قضيتوا لبعض وقعدتوا لبعض عشرة كويسة وقعدتوا، يبقى فيه مودة على الاقل ما تقطعش. طب ما فيش مودة ما تقدرش على حاجة، يبقى يا رحمة منها لك وترحم ضعفك وترحم انك ما انتش قادر على حاجة وما انتش، يبقى رحمة منها، او هي ما عادتش تكتيك في اي حاجة او تقوم بخدمتك يبقى رحمة منك. يبقى ثلاث عناصر في ايه؟ سكن. فان تعذر ان تكون سكنا تطمئن اليه وترتاح عنده من حركة الحياة في الخارج، يبقى على الاقل يبقى فيه ايه؟ مودة. طب ما فيش برضو ما عادتش تنفع لحاجة وهو ما عادش ينفع لحاجة، يبقى لازم عنصر الرحمة يتدخل هنا. ثلاث ايه؟ مراحل. ولذلك جعل الله المفارقة على ثلاث مراحل. نعم، المفارقة عملها على ثلاث ايه؟ انت تزوجت بكلمة مش كده؟ لكن لما تيجي تفارق لا، اللي هيقدر السكن وزهق مرة كده وبتاع وحاجات زي دي وطلق، نقول له يا اخي يبقى بينك مودة عشان العيال، عشان العشرة القديمة، عشان اهلها ناس طيبين، يبقى في شيء من الايه؟ من المودة. ما الجسم ما عادش بتكفيني مش عارف ايه وما عادش، نقول له يا اخي خليك في قلبك بقى ايه؟ خلي في قلبك راحة. ان انتهت لا سكن ينفع ولا مودة ولا رحمة، اظن الاستبقاء يبقى صعب. يوم يشرع الله الطلاق بس بعد هذه المراحل، وكونوا شرع الطلاق قال برضه هو أبغض الحلال عشان لا تذهبوا إليه إلا إيه؟ إلا مضطر. وهات علاقة زوجية إن كانوا سعداء يبقى يسكنوا إليها وتسكنوا إليها، وقد أفضى بعضكم إلى بعض قاعدين مرتاحين 24 شيء كده، تحترم مقاييس الود بقى للمرحلة الثانية. ما فيش بقى عندك في قلبك رحمة وهي في قلبها إيه؟ إذا امتنعوا الثلاثة دول يبقى تنفع المعايش؟ ما تنفعش المعايش، يبقى لازم تشريع الطلاق أمر ضروري ولا لا؟ ولذلك يقول لك إزاي يعيش مش عارف إيه وبتاع وبعدين يطلقها، يقول له لا سكن ولا مودة ولا رحمة، يبقى إيه المسألة؟ يبقى لازم تنتهي المسألة. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم إلى آخره، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. البنين هي الحلقة الأولى للاستبقاء، والحفدة الحلقة اللي بعدها. ليه؟ قال لك لأن الإنسان يحب الحياة ولكنه يرى الموت يحتضر اناسا وياخذ اناس، بيشوف الناس عمالين كل يوم يتساقطوا، اذا فايمانه بالموت مساله محققه، لكنه يحب الحياه، فاذا ما ايقن انها تفوته في نفسه اراد ان يستبقيها في ابنه. ولذلك يبقى زعلان اقول لك عشان ابنه ذكر وبتاع ومش عارف ايه، ويقعد بقى يخلع عليها الايه. طب وإذا كان بقى ربنا ضمن له الجيل ده الأول وبقى له أبناء، يوم لما ينزلوا من الابن ابن يبقى استبقى الحياة له ولا لا؟ ولذلك الشاعر يقول أبني يا أنا بعدما أقضي، كأن الاسم إيه؟ بقى موصول. دي نظرة الناس، نظرة الناس. فبقول ورزق لكم بإيه؟ بنينا وحفظة. كلمة بنين وحفظة دلتنا على أنه يجب أن يحرص الناس الأزواج يعني والزوجات والبيوت تحرص على اندماج الأجيال، زوجين وأبناء وإيه وحفظة. قال لك ليه؟ قال لك لأن الوليد الصغير بمجرد ما توجد عنده وسائل إدراكه بيبتدي يلقط من الجو اللي حوله، فلما ينقط من الجو اللي حوله. ولذلك لما يكون العيل الصغير ملوش اخوات بيسمع منهم يا بابا ويا، لازم نلقاله يا بابا وايه ويا ماما، ما يعرفش كده. لكن لما يكون في اكتر منه شغل يا بابا يا ماما هو بطبيعته هي ايه هياخدها وايه وينقلها. يوم الولد الحفيد
هيشوف ما دام بقى حفيد له حفيد هيبقى الابن كبر ولا لا؟ يبقى الابن ده في ريعان ايه بقى؟ شباب. والولد الصغير الحفيد في السن. يقوم الابن الحفيد ده يلتقط من الابي اللي هو الابن الأب نشاطه في الحياه وحركته وسعيه لرزقه، والجد اللي قاعد في البيت بقى ده ما عادش له الا القيم، حتى ان كان مسرف على نفسه قديما لما كبر بقى وبقى عجوز كده هات المصلى يا وادي اللي هو الدور جدا ولا ما اديش اديني المصحف اديني ما قاعد بقى. يقوم الحفيد يلتقط لونا من النشاط في جيل، ويلتقط لونا من القيم في جيل. ولذلك ابتعاد الاجيال عن بعضه بيخلي الولد ناقص التكوين، يا ياخد نشاطه حركة الحياة بدون لفتة إلى القيم، يا ياخد القيم بدون لفتة إلى نشاط إيه؟ إلى نشاطات الحياة. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن تلتحم الأجيال، ولما تلتحم الأجيال يبقى الولد ياخد من كل جيل لقطة، وما دام ياخد من كل جيل لقطة يبقى المزيج اللي يتكون عنده قيم من الجد والجدة ونشاطات لحركة الحياة من إيه؟ من الاب اللي هو الابن الاولاني، وكلهم حفده يبقوا جماعه، يبقى ياخد منهم في اعمارهم المختلفه. ولذلك العيل الثاني او الثالث او الرابع كل ما يتقدم كده يبقى اذكى من الاولاني. ليه؟ لانه بياخد من الكل، لكن الاولاني يعني ما فيش قدامه عيال يلقطها ومش عارف ايه ويكلمها وما ينفعش. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. رزقكم من الطيبات ما دام احنا بنستبقي النوع بالزواج وبنستبقي الحياة بالايه بالرزق، يبقى رزقكم من الطيبات، يبقى الاستبقاء ايه؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ايه الباطل؟ طيب الذي خلقهم اولا من نفس واحده وخلق منها زوجها، وبعدين بث منهما رجالا كثيرا وجعل لكل رجل من زوجه من انفسكم ازواج، وبعدين جعل السكن والموده والرحمه اللي قلناها، وجعل البنين والحفده، ووضب لهم الحياه برزق من الطيبات. يبقى بالله دول مش سلطانين قوي، عايزين احسن منهم. كان يجب أن لا يجحدوا هذه النعمة، نعمة الإيجاد من عدم والإمداد من عدم واستبقاء الحياة، ويلتفتوا إلى من؟ إلى من أوجد كل هذه، ولكنهم يتركوا دي ويجحدوها ويقبلوا ويروحوا للأصنام التي لا تضر ولا إيه؟ ولا تضر، لا تضر ولا تضر. بينكر عليهم أفبنعمة الله، مش كده ولا إيه؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الباطل اللي هو ايه؟ الاصنام اللي ما عملت لهمش حاجة من دي، بل بالعكس هم اللي بيعملوا لي. النهاردة الصنم ميت، يوم يروحوا قال يجيبوا ايه ويعدلوه الصنم الشرة، هاتوا مسمار واربطوا الاله احسن الاله هيعزه، هم اللي بيعملوا لي ايه الحكاية، وينقل الاله من هنا لهنا، ايه حطوا الاله حطوا مش عارف ايه، تقعد ايه تضرب تويك الاله بالمعول بالكده علشان قالت ايه تعمل له شكل. سبحان الله وبحمده. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء بالمطر، ينزل لهم المطر، ومن الأرض بالنبات. ما هو الرزق جاي من حاجتين اثنين، سماء مطر ينزل من السماء، ونبات ينزل من الأرض، ويأكل وزرع أنعامه، تبقى هذه خلاصة ايه. ولذلك كل شيء في الوجود بيقول الى الايه؟ الى الامرين دول. وبعد ذلك كله يبقى ترف حياه، يعني ما تبتكره انت من الاشياء كلها ترف حياه، مش اصول حياه ولا استبقاء حياه. افرض ان واحد عنده زي ما قلنا جبل ذهب وجبل فضه، وواحد قاعد في صحراء وجاع يومين ثلاثه ولا عندوش رغيف عيش، يبقى رغيف العيش دي اغلى من جبل الذهب واغلى من جبل الفضه، لان ده مش هو الرزق المباشر. فيه فرق بين رزق تأتي به رزقا وبين رزق يجي لك مباشر، انما الرزق المال ده
ما هوش مباشر، ما تقدرش تاكله، ما تقدرش تعيش بيه، ما تقدرش تشرب بيه. ويعبدون من جعب، ما هي العبادة؟ العبادة هي أن يطيع العابد معبوده. الطاعة دي يلزم منها أمر وإيه ونهي. الأمر النفذ والنهي الإيه نجتنبه. أدي معنى الإيه، معنى العبادة. هي بس كده العبادة؟ قال لك ما حركة الحياة دي إيه، والضرب فيها والاختراع والعلم، وقال نبحث في عناصر الأرض ونطلع من هنا بترول ونطلع من الجبال مناجم ونعمل مش عارف إيه. قال لك الله، طب ما أصلها هي عايدة إلى الأرض، هي عايدة للأرض ليه؟ أما لك لأنك أنت عايزين نعبد ربنا هو، مش عايز قوة عشان أقف أصلي حتى. طب والقوة دي تيجي من إيه؟ طب بالطعام آكل وأشرب. طب آكل وأشرب إزاي؟ قال لك تشوف بقى الاكل والشرب ده هيكلفك ازاي. ايه اللي هيكلفك؟ عايز رغيف عيش الصبح افطر بيه يا شيخ، افطر برغيف عيش بشويه ملح، ما بقولش بحته جبنه ولا بشويه فول، برغيف عيش بشويه ملح بس. طب شوف الرغيف العيش ده بقى الدولاب اللي عملوا لك قد ايه، وشوف الناس اللي سهروا لك قد ايه، علشان انت تفطر الساعه 7 وتبعت الخدامه او تذهب انت فوق على البقال تلاقي البقال محضر لك رغيف العيش، هو صاحي من الفجر عشان يجيبه من المخبز ويحطه لك، واللي من المخبز صحنانين طول الليل عشان يقعدوا يعجنوا لك ويخبزوا لك ومش عارف ايه. وقبل كده اللي بيطحن المطاحن، الله، وقبل كده المطاحن المخادر اللي فيها الغلال والغلال والغطار، الله، والغطار والفلاح اللي قاعد يزرع مش عارف الايه، الله، والمصانع والمهندسين الكبار اللي قاعدوا يعملوا الحديد ويطرقوه ويعملوا لك محاريث ويعملوا لك الاف للري، الله، لقيت بس اللقمه دي شوف كلفتك قد ايه. يبقى كل حركه الحياه عباده ولا مش عباده؟ كل حركه الحياه عباده، لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عايز تصلي تستر عورتك، طب هستر عورت ايه؟ يا شيخ مترين قماش. طب المترين القماش ده اجيبهم ازاي؟ من تاجر القطاعي، تاجر القطاعي اللي حيفي علشان يروح تاجر الجمله يجيب، وتاجر الجمله راح للايه؟ للمناسج يشتري من المناسج، والمناسج اللي تعبت عشان تجيب من الغزل، والغزل من اللي تعب عشان يجيب من المحلك، والمحلك راح عشان يجيب من الغطان القوط، والقوط نشوف الفلاح قاعد يعمل ايه، وقاعد يزرع ايه، ويجيب مبيدات ايه، وشوفها بيجيبها من ايه، والتقال، الله، شغلانه كبيره قوي. اذا فكل شيء يعينك على عباده الله من عباده الله. كل حركه في الكون هتؤدي الى شيء من هذا، يبقى دي من عبادة الايه. ولذلك احنا قلنا قديما الله حينما استدعى خلقه لصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ها، قال ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ما خدهمش من فراغ، خدهم من ايه؟ من عمل. اشمعنا البيع بقى؟ ام قال لك ده البيع دي هو غاية كل حركات الحياة، لأن البيع ده وسط بين منتج إيه؟ ومستهلك، مش هو كده؟ طب وما قالش اتركوا المصانع ليه؟ طب ما تتركوا الحقول، ما تتركوا الدروس، ما تتركوا مش عارف، قال لك لا، لأن في حاجات ثمرتها لا تأتي في ساعتها، تقعد نزرع ونقعد سنة، نقعد ست أشهر، نصنع على ما تنباع السلعة، لكن البيع دي إيه؟ صفقة بسرعة. الله، خد على طول. طب وما قالش الشراء ليه؟ اشمعنى البيع يعني؟ اشمعنى خد من التجاره البيع؟ أم قال لك لان البائع يحب ان يبيع، ولكن المشتري قد يشتري وهو كاره. فجاب لك ادق حته تربطك بالزمن. ادق حته ايه؟ وبعد ما تخلص الصلاه فاذا قضي الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا، اذا فكل عمل في الحياه عباده. والى لقاء اخر ان شاء الله.